بغداد لم تعد مدينة أشباح، فلأول مرة منذ نحو عقد يتناول العراقيون سحورهم الرمضاني خارج المنازل، ظاهرة غابت طويلا ولم يعرفها جيل من العراقيين. فبعد رفع حظر التجوال عن بغداد في فبراير الماضي، أصبح الخروج في أي وقت متاحا بعد أن كان ممنوعا بعد منتصف الليل منذ عام 2003. ومنذ رفع الحظر وشوارع بغداد تعج بأبنائها ليلا رغم القلق من التفجيرات الانتحارية التي تغزو المدينة بين حين وآخر. رغم ذلك يصر البغداديون على التمتع بوجبات الطعام وقت الفجر في المطاعم والمقاهي، في الهواء الطلق أو في الأماكن المغلقة، خاصة في شهر رمضان. واللي كنا عايشين الثمانينات او السبعينات، اللي كبار عايشين واللي صغار بعدهم جايين للدنيا، فشي حلو يعني العوائل العراقيه تلتم. تذكرت ايام من انا كنت بعمر بناتي، هم كنا نطلع وكنت احكي لهم، بس الحمد لله تحقق هذا الشيء. التعطش للخروج ليلا امر واضح عند البغداديين وافتقدوه كثيرا، ويفسر البعض الحاله بانها نوع من انواع تحدي العنف والاصرار على الحياه. الحياه التي تغيرت كثيرا في بغداد وغيرت مجرى حياه من يعيش فيها. بغداد عاده تحب الحياه، المواطنين كلهم العراقيين يحبون الحياه، يكرهون العنف. وهذه الطلعه اللي تشوفها بالليل هو بحد ذاته هو تحدي لكل اصناف العنف. المطاعم في العاصمة مليئة بالرواد وقت السحور، أسر لم تعد تخاف التأخر ليلا والنظر بقلق إلى عقارب الساعة بانتظار موعد بدء حظر التجوال. مشهد غاب طويلا عن بغداد، ووجه آخر للحياة كان قد دفن تحت ركام العنف والحروب. قاسم حميد، العربية.